والخمر يا عطار
سيدي صافي يا قلقاوي يدري المنازل يا صافي زكاوي سيدي بهيدي كل احباب اولادهم عودا يا حب عودا يا منوفية عودا يا مني الضابة فيا من القمح والشرقية وان شاء الله افتتاح فرح بابا سيدي جبل الاسود يوم 4/5 والليلة الكبيرة يوم 12/5 رضا عبد العاطي ربنا يفعل مدد يا عم يا فاهم ابويا صفا طنطاوي وسيد ابراهيم السعيد الشربيني ابويا ماجد الشواربي وكل بيت الشواربي وسيدي خليل الجبالي ابويا عرفه زايد حبيب قلبي ممدحين النبي المختار ربي يسعدهم بالنبي سيدي صافي ابن الطريق السليم لازم ان يكون صافي النبي يا سيدي ايمن احنا عاوزين نقول الدور يا مولانا سيدنا حسن مولانا سيدنا الحسين خليك على الآية يا عم قايل اني لازم منازلهم لازم يكون صافي حبيبي 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 سيدنا العصر عندك سيدنا العصر مدد يا منوفيه ديوان الرجال بالرجال لازم يكون صافي سيدريس أبو عبد الله انت أبو سلام مرسلتين لأني رجال الملك ما بيلعبوش في العكر بيلعبوا مع الصافي رجال الملك يا ولد ما بيلعبوش في العكر بيلعبوا مع الصافي ابن الطريق السليم دايما خط سر وافي خليك مع الله خليك مع الله والزم الحضرة وكن صافي Thank you.
خانك يا سعدي بيه وسعدك بيه خالي بقى وخالك سيد السيد وسيد رفاعي على مين على صرف يحتالك وانا